عايز اروح بقى لحسين الاول. خلينا ارحب بحضرتك، والنهارده موجوده مع حسين وش السعد النهارده على جماهير النادي الاهلي. قولي لي الاول، حسين النهارده هو دايما بيبقى حريص ان هو يتفرج على ماتشات الاهلي؟ لان خاله كابتن مروان محسن. حسين خاله كابتن مروان محسن. طب النهارده بقى الهدف الاولاني للكابتن مروان، لو نقول اهداء لحسين، تقول ايه النهارده للكابتن مروان والهدف الاول اللي احرزه النهارده وسهل علينا اللقاء؟ اقول له الف الف مبروك، انت تستاهل كل خير وتستاهل احسن من كده بكتير، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، ويا رب دايما وش حسين يبقى حلو عليه. حسين بقى يا حسين، قول لي بقى انت النهارده عايز تقول ايه الاول للنادي الاهلي؟ مبروك يا حسين. عايز تقول ايه بقى للكابتن مروان محسن؟ تقول له ايه؟ عبي ان شاء الله يا حسين. انا عايز بقى اقول لك ان شاء الله تحتفل معانا في المباراه النهائيه، وتكون موجود في المباراه النهائيه وتحتفل معانا بالكاس. ما ان شاء الله بحبك يا خان. تقولها تاني بقى، عايزين نسمعها تاني. بحبك يا خان. بحبك يا خالو. دي كانت اهداء من حسين للكابتن مروان محسن. لسه مستمرين يا كابتن.